كما ذكرنا نوفل أن اللقاء يحسم بجزئيات وضربات الجزاء بطبع الحال تدخل في هذا الإطار وفي هذه الخانة. نعم، إذن فرصة لافتتاح التسجيل. حسن يبدأ الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الهدف الأول للمنتخب الجزائري من ركلة الجزاء في شباك حارس المنتخب المغربي نادر المياغري. الجزائر تعلن عن افتتاح النتيجة وفرحة لا نظير لها هنا في مدرجات 19 من ميفوال. نعم، وبطبيعة الحال هدف جد مبكر من شأنه أن يعطي انطلاقة حقيقية للمباراة، لأن ربما لو ظل اللقاء بنتيجة التعادل ربما أن يسقط المنتخبان في فخ الحفاظ على نتيجة سلبية، لكن اللقاء يشهد هذا التحول. هيستيريا هنا في مدرجات الملعب ملعب 19 ماي بمدينة عنابة. المنتخب الجزائري في أولى المحاولات